السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب منورين، أتمنى تبقوا بخير يا رب. بإذن الله النهاردة أنا جاي أكلمكم عن الكورس الجديد بتاعنا اللي هو خاص بالكاثوديك بروتكشن. الكورس عنوانه كوروجين مانجمنت يوزنج كاثوديك بروتكشن تكنيك. الاسم غريب شوية أنا عارف، كلنا متعودين أما بنتكلم عن الكاثوديك بروتكشن دايما بنقول سي بي 1 سي بي 2 تيستر تكنيشن تكنولوجيست وات ايفر، يعني ده زي ما الناس مسمى. احنا حبينا في انسبكشن اكاديمي المره دي نتداول الموضوع بشكل مختلف. حبينا نتميز بكورس مجمع مكثف شامل كل ما يتعلق بالكاثوديك بروتكشن في كورس واحد، كورس عملي قوي. الاجزاء النظريه اللي هتتاخد فيه هتخدم الجانب العملي ده. الهدف من الكورس ان انت تطلع منه بامر الله تعالى قادر ان انت تعمل تيستينج ومونيتورنج لاي سيستم، وفي نفس الوقت قادر تبتدي تعمل ترابل شوتينج ودياجنوسز لكل المشاكل الموجوده في السيستم دي، ثم تبتدي تشتغل عليها وتعمل لها ريبيرنج، ولو اقتضى الامر بنيو انستليشن هتقدر تتدخل وتبتدي تعمل الانستليشن ده باذن الله بجوده عاليه جدا جدا جدا. الكورس زي ما قلنا عملي، الاجزاء النظري اللي هتتاخد فيه هتكون كلها تخدم الجانب العملي. الكورس بتاعنا هيكون مفيد جدا للجماعه مهندسين الكهرباء المختصين بالكواليتي كنترول والانسبكشن، هيكون مفيد جدا للكروجن انجينير عشان يبتدي يتعامل مع السيستمز بتاعته بفهم شويه للكاثوديك بروتكشن، مفيد قوي للمهندسين المدني اللي بيحتكوا يوميا بالتنكات والبايب لاين والانستليشن بتاعهم، وطبعا كل ده اساسه الكاثوديك بروتكشن بامر الله تعالى. اتمنى ان الماده العلميه اللي احنا تعبنا عشان نجمعها لكم ونوصلها لكم في اقل وقت وبافضل طرق تكون باذن الله مفيده. اشوفكم على خير، في انتظاركم باذن الله قريب جدا. السلام عليكم.